اول وصفه هنعملها مع بعض هي وصفه كفته دجاج مقليه. كفته دجاج مقليه سهله خالص، مش صعبه ابدا، بس لذيذه، الاطفال بيحبوها والكبار بيحبوها، وكمان هنقدمها كده بطريقه لطيفه يكون فيها كده يعني تبقى حلوه في حفله، في عيد ميلاد، حركات يعني. طيب اول حاجه هنعملها، عايزين فراخ مفروم، صدور فراخ مفرومه حسب الكميه اللي احنا عايزينها. احنا هنا عندنا تقريبا 3 ارباع كيلو، عندنا بصل مفروم، بقدونس مفروم، ليمون مبشور، ليمونه، عندنا بابريكا، وعندنا ملح وفلفل، بيض وبقسماط، وزيت للقلي. يعني هي مش صعبه خالص، ولكن طريقتها هي اللي شويه لذيذه كده ودمها خفيف. طيب خلينا نتاكد ان ده، ناخد الملح والفلفل عندنا هناك، وطبعا احنا نزلنا الوصفه اهي بتاعت كفته الدجاج المقليه، وكمان هننزل وصفه بسكوت الشاي لمدام احلام، لان امبارح ما لحقناش ننزله، وطبعا طلب مدام احلام لازم ينزل، وطلباتكم كلها لازم ننزلها لكم اول باول، فحالا هننزل لمدام احلام بسكوت الشاي. طيب اول حاجه هنعملها دلوقتي، عايزين ان احنا نخلط بس الحاجات دي مع بعض. وصفه سهله قوي، بس هوريكم ازاي هنعملها، اهو بسكوت الشاي البيتي. طيب هناخد الكفته بتاعتنا، هننزلها، حاولت ما احطش ايدي، هنحط البابريكا والبقدونس، وهنحط البصل، يعني ايه تاني، عندنا ملح وفلفل، شوية من بشر الليمون، وكده نبقى احنا خلصنا مقادير الكفتة بتاعتنا. هنعمل بقى فيها ايه دلوقتي هنشوف. خلينا الاول بس البيض نخفقه مع بعضه عشان نبقى جاهزين. هنخلط الحاجات دي مع بعضها، مهم بس تحطوا فيه بصل، بس يعني لما بيكون انعم بيبقى احسن، ده شوية كبير. طيب هناخد دلوقتي الكفتة بتاعتنا اهي، هناخدها نعملها على شكل كورة بالشكل ده، عملناها دواير عادي. هنعمل ايه بقى دلوقتي، خليني اغير الجلافز دول عشان ايه نشتغل كده بطريقة اوضح. عندي هنا يعني هاتوا كده باتون ساليه، باتون ساليه يكون كده رفيع، دي كده اضافه يعني عملت يعني شكلها بيبقى لذيذ، وفكره كده حلوه ان احنا نقدمها بالطريقه دي، فيعني بيبقى شكلها كده مختلف شويه، فاللي حابب بقى يعملها يعملها. هناخد كميه، نحاول نجيبهم اللي هم بيبقوا بيتباعوا كده مع بعض وبيبقوا كلهم نفس السوى، يعني نفس المقاس، شايفين، فبنحطهم مع بعض كده. كده اهو هاخد بقى الكفته بتاعتي وهحطها عادي في البيض والبقسماط، وممكن قبليها كمان، يعني ممكن قبل البيض والبقسماط، دلوقتي اوريكم ازاي، انا بفضل قبليها احسن لانه بتمسك اكتر. بناخد الكفته بتاعتنا وهنحط فيها الباتون صالي بتاعنا، وبنقفل كده على عليها بس كده من فوق شوية، اوكي، وبعدين ناخدها نحطها في البيض والبقسماط كده، والطريقة دي اسهل من ان احنا بس برضو يعني دي شغالة ودي شغالة. طبعا احنا بنحط بس على الكفتة اللي عندنا، هنطلعها كده شوفوا، حتى اسهل وكده انضف يعني، وبعدين نحطها هنا ونحط عليها
البقسماط وكده تبقى الكفتة بتاعتنا جاهزة.